كلمة تانية من نوع آخر خالص، يعني على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني ربما اهتم السعوديون بالتغزل في إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي أكثر من التغزل في القمة نفسها. ربما يعني كان يعنيهم، يعني دي بعض اللقطات يعني للبعض، هتشوفوا تلاقي كل الوجوه يعني مركزة، يعني الحرس الشرف، وهو هتلاقي الأعين كلها موجهة إلى إيفانكا ترامب. ده طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني مسابقة من نوع خاص. يعني بالإضافة كمان اهتموا بأنه كل يعني تحركات إيفانكا ترامب وابتسامتها بتعمل إيه، يرصدوها تماما. دي قمة من نوع آخر. لو جبنا لكم طبعا التعليقات كتير المتعلقة بالتغزل في إيفانكا ترامب، اللي هي بدأت بعض وسائل الإعلام الأمريكية تقول إنها بتخطط تخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في يوم من الأيام. إمتى يعني؟ يعني مش، لكن في كل الأحوال قمة التغزل في إيفانكا ترامب ربما غطت على متابعة البعض للقمة نفسها وأحداثها وتفاصيلها. تعالوا نرجع احنا للقمة.